تلجأ إلى القانون قالوا لك حلني بعد سيادتك ما تقول لنا محتوى الحلقة الجميل دي نتكلم في بعض التفاصيل. وحلنا فعلا. عشان كده زي ما قلت لكم كان كلام مهم جدا، فقرة مهمة كله بالقانون، هنيجي بالتناول ليها سريعا. لكن بكرة إن شاء الله 7:30 الأهلي وبني سويف في كاس مصر. ريني فايلر المدير الفني السويسري النهاردة اختار قائمة المباراة اللي دخل بيها معسكر مغلق، بيرجع شريف إكرامي حارس المرمى الكبير يرجع للقائمة، حمد لله على السلامة بطل، معاها علي لطفي، وفي خط الدفاع في أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد في ظهور محلي له، وسعد سمير ومحمود وحيد، سعد سمير بعد شفائه ومحمود وحيد وياسر إبراهيم. في خط الوسط بيختار فايلر يا باشمهندس حسام عاشور، وليد سليمان، حسين الشحات، عمار حمدي، أحمد الشيخ، وألو ديانج. وفي خط الهجوم القائمة فيها مروان محسن وجيرالدو وليد أزارو وصلاح محسن. المباراة 7:30، مفيش محمد هاني، مفيش محمد هاني، وفي أكتر من لاعب. مفيش يعني محمد هاني؟ آه. أنا ما سمعتش اسمه. لا مفيش. واضح انه الخواجة بيريح بعض اللعيبة، طبعا فيها حسابات مشتركة، لان انت عندك كمان في رامي ربيعة؟ لا عندك اذا هو قرر انه فعلا يريح بعض اللعيبة، وده منطقي. ده منطقي جدا، وده اللي احنا بنقول عليه. أيوه. ان كل لعيب جاي له فرصته. ماتش الجمعة طبعا جونيور اجايم مريح، واخد بالك؟ مجدي قفشة مريح، يعني في اكتر من حد، ورمضان صبحي. واضح ان هو قاسم المساله ما بين المباراتين حسب ظروفها. وبمناسبه مباراه الهلال السوداني اللي هتكون الجمعه ان شاء الله، تقرر فتح باب الحجز الالكتروني اونلاين لتذاكر مباراه الاهلي والهلال السوداني. المباراه هتكون يوم الجمعه في الجوله الثانيه لدور المجموعات ان شاء الله، من خلال موقع الحجز الالكتروني الخاص ببطاقه جمهور النادي الاهلي وموقع شركه تذكرتي. بيتم استلام التذاكر بشرط وجود الفان اي دي، بطاقه المشجع اساسيه في المساله. بيتم استخراج الفان اي دي من قبل موقع تذكرتي، وجوده زي ما قلت لكم شرط اساسي للحصول على تذكره المباراه. التذاكر تم تحديد اسعارها باشمهندس 50 جنيه للدرجه الثالثه شمال، 75 للدرجه الثانيه، و100 جنيه للدرجه الاولى شمال، 200 جنيه للمقصوره الجانبيه، و300 جنيه للمقصوره الاماميه. ولن يتم استلام التذاكر دون وجود الفان اي دي اللي بيستخرج من موقع تذكرتي. المباراه زي ما قلت لك هتكون في استاد السلام ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. يعني نتمنى التوفيق، مباراه مهمه جدا جدا جدا، زادت اهميتها طبعا بفوز الهلال وهزيمه الاهلي. والحقيقه كنت محضر في الانترو يعني ان انا اقول وهكذا يخسر الابطال. لان خساره ظروف مش خساره مستوى، هنتكلم عليها في وقتها. ولكن الحقيقه الاحكام التي صدرت اليوم اذا تحب نعلق ونخش عليها ولا في دماغك حاجه تانية؟ لا لسه ترتيب الفقره استدعى تغيير ان احنا انا بعتبر ده مهم جدا جدا جدا، وكان يجب اظهاره والحكم بتاع اليوم يعني. صحيح. طيب هذا الاسبوع كمان لجنه المسابقات في اتحاد الكوره طلعت جدول الدوري لغايه نهايه الاسبوع 17، يعني نهايه الاسبوع او الدور الاول. الاهلي مبارياته اللي هتبقى في شهري يناير وفبراير. طبعا ديسمبر الاهلي عنده ماتشات مشحونه جدا. انت بتبدا ديسمبر اهو مع مباراه بني سويف بكره ان شاء الله الثلاث، الجمعه عنده الهلال السوداني، يوم الاربع 11 ديسمبر الاهلي وادي دجله، يوم الاحد 15 ديسمبر الاهلي وحرس الحدود، يوم الخميس 19 ديسمبر الاسماعيلي مع الاهلي، يوم الاثنين 23 ديسمبر الاهلي مع الاتحاد، يوم الجمعه 27 ديسمبر الاهلي وبلاتينيوم زيمبابوي في بطوله افريقيا. يعني جدول مضغوط جدا. بالظبط 7 مباريات في ديسمبر. ايوه مضغوط جدا جدا. يعني 7 مباريات ويتخللهم سفر. 7 مباريات من يوم 3 ليوم 27، يعني في 24 يوم 7 مباريات. كم سفر؟ كم مره سفر للخارج؟ واحده بلاتينيوم. لا بلاتينيوم هنا كمان ما فيهاش سفر للخارج بديسمبر.
في ديسمبر بلاتينيوم هنا يوم 27 ديسمبر، لكن في 24 يوم 7 مباريات. يعني كل 3 ايام مباراه. لا لو كان فيهم كمان سفر بره كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. بتدخل بقى بعد كده في يناير جدول اكثر ضغطا، وعشان كده ربنا يكون في عون الانديه كلها، لان الحقيقه الفرق هتحتاج لعيبه كتيره، وانت جاي من فتره توقف طويله علشان تدخل كل 3 ايام مباراه. ايوه، عشان بعض الناس يجي يقول لك ايه هم بياخدوا اللعيبه لا، اللعيبه محتاجه كلها، انت محتاج كل اللعيبه، ولازم المستويات تبقى متقاربه جدا. يعني انت بتلعب في ديسمبر 7 ماتشات، في يناير 7 ماتشات. طيب يعني وفبراير اللي هو فقراير يعني 28 بتلعب 5 ماتشات. يعني ماشي، لكن هم متخيلين. في يناير عندك سفر. ويناير في سفر، هو ده المشكل، انا عايز الشهر اللي فيه سفر هيبقى فيه مشكل، لان يعني 4 ايام بين مباراتين ولا بتاع ده بيبقى وفي مسافر، وده اللي حصل قبل النجم برضو، دي نقطه ما احناش بنتكلم فيها، لكن كان فيها سفر. صحيح. طيب زي النهارده في اول ديسمبر، ولكن 1961 الاهلي بيفوز على الزمالك 3-0 في الدوري، مين اللي جابهم بقى؟ صالح سليم، طه اسماعيل، محمود الجوهري رحمه الله على الكابتن. سنه 61؟ ده منشط الزعر من الاهلي هزم الزمالك، ده منشط المصور. يعني هو وقتها الاهلي ما كانش اعتقد خسر ولا دوري لسه. ده في 61. ايوه السنوات العجاب. ايوه ابتدت ببطوله اهي دوري وفوز ثلاثي كمان. طيب على ذكر بقى زي النهارده عيد ميلاد الحاوي وليد سليمان، كل سنه وانت طيب يا حاوي، وكل سنه وانت دايما وابدا قادر على الهاتريك، قادر على ان انت تقدم احسن حاجه عندك، وكل سنه وانت نموذج للولاء والانتماء والاخلاص والعطاء والاحترام. وليد سليمان والاحترام طبعا. اللعيب اللي شوف اللعيب النجم قوي صاحب الامكانيات الخاصه اللي ما سمعلوش صوت وملوش مشكله، حتى لو له طلبات بيعرف ازاي يطلبها بادب. صحيح. وباحترام وبحب. مفيش انه لا يشكل ضغط على النادي الاهلي. فاعتقد ان النادي دي بتخش في القلب الحقيقه. كل سنه وانت طيب يا وليد، ولو كنت شفتك من زمان. يا ريتني عرفتك من زمان. لان لا انا شفته وعرفته، بس لو كنا لحقته كتير، لو كان مسيرته بقى وليد ده جه شويه بدري، ابتدت 3 سنين بدري ولا حاجه، كنت شفت كمان ارقام وشفت انجازات صحيح. الحاوي مواليد الاول من ديسمبر 94 84 في المنيا، لعب للجونه وبتروجيت واهلي جده وانبي ثم الاهلي. عنده مع الاهلي دوري ابطال افريقيا 2012 و2013، عنده السوبر الافريقي 2013 و2014، ساهم مع الاهلي في الفوز بالكونفدراليه 2014، فاز مع الاهلي بخمسه دوري وبطوله واحده لكاس مصر وخمس بطولات للسوبر المحلي، ما شاء الله مسيره كبيره جدا رغم ان هو جه متاخر. وتخللهم فتره توقف في الدوري وظروف غير تقليدية، لا إنجاز يعني لو حطيته في ظروفه إنجاز مبهر وقياسي. إنجاز مبهر وإنجاز قياسي للاعب نموذج في الولاء والانتماء والعطاء. كل سنة وانت طيب يا حاوي، فقه دايما وأبدا أيقونة العطاء والانتماء والإخلاص، لأنه الحقيقة نموذج يستحق فعلا كل الحب من كل الأهلوية. مش كل نجم قدوة، مش كل نجم قدوة، ولا كل قدوة نجم. لا ما ينفعش، لازم كل قدوة يبقى نجم. المفروض يكون نجم. هو بقدوته بيتنجم. صحيح. مش نجم انه يرقص ويعمل. يعني الكابتن حسام عاشور، لا هو قدوة ونجم. لكن هتعدله بقى السبعات والثمانيات والتشميس وكده، مش هتلاقي له حاجات من دي، انما هتلاقي له انه راجل مخلص وصاحب ارقام. ما عادش حد هيعرف يشمس حد دلوقتي خلاص. بص يا استاذ ابراهيم، موضوع النقاز ده انا من الاول هيقولوا له كيوت، هيقولوا له مش عارف ايه، لا مش صح. خلاص فكره اللعيب اللي يفسخ عقده من جانب لا هو حر في قراره مع زمالك، انك تفضل تحفل عليه عشان مهاره اتمارست عليه، انا ما احبش كده.
وهي عموما فكره التحفيل محتاجه يعني شغل كتير الحقيقه علشان وهو الولد كان محترم جدا، لا رد ولا عمل ولا اشتاء. صحيح والجمهور لازم كمان خلاص كل مباراه ده جون الترجي شوارب بيحييك. كفايه ومش عايزين يعني ان احنا نخلي طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن وليد، ودايما وابدا باحسن حال. واعتقد ظاهره التحفيل بكل ما فيها محتاجه شغل ومحتاجه تصدي واعي شويه، وان شاء الله نعيدكم بمعالجتها او الكلام فيها كتير، لانه احنا اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا يا جماعه الاهلي حاجه كبيره جدا. الاهلي كقيمه غير قابله للمقارنه، حبوا الاهلي لقيمته، لذاته، لوضعيته، لمكانته، لتاريخه، لعطائه، لبطولاته، حاجات كتيره جدا تخليكم تحبوا الاهلي بتفرد. مش منها ابدا انك تقارنه باي حد. كل نادي له احترامه، له قيمته، له تقديره، بس كل نادي عنده خصائص وعنده صفات وعنده مكانته وعنده طبيعته. مش بالضروره انا عايز ارفع قيمه الاهلي فاقارنه باي حد تاني، لا، كل واحد في نفسه. وطالما ان احنا كلنا مدركين ومتاكدين ان قيمه الاهلي في حاجات هو لوحده اللي كان بيعملها او هو اكثر الناس تمسكا بيها، زي القيم والتقاليد والسلوك وان القيم السلوكيه تسبق النتائج، وعشان كده كنا بنحتفل بان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. نسعد بالاهلي ما نشجع بغيرنا. بالظبط. ده نتمنى ان احنا نسهم في ده الحقيقه. واحده من قيم الاهلي وتقاليده انه كله بالقانون. كله بالقانون وكله بالاحترام وكله بالحفاظ على قيمه وتقاليد النادي الاهلي. ناس كثيره ساءها كثيرا ما تعرض له النادي الاهلي منذ انتخاب مجلس الاداره الحالي، من عواصف انتوا تابعتوها وشفتوها وعارفينها، عواصف صادره منين؟ جايه من انهي صحاري؟ جايه من انهي مناطق انتخابيه وحسابات متعدده بشكل كبير جدا. لكن كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص على الدفاع عن قيمة الأهلي، عن مكانة الأهلي، عن حقوق مجلس الإدارة وحقوقه هو الشخصية كمان بالقانون وبالاحترام وبما يحفظ قيمة وكبرياء النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب في احتفالية تسلم درع الدوري قال كلمة هنفكركم بيها، لأنه تقريبا لها علاقة مباشرة بالنهاردة. حزمة إن هناك النادي الأهلي برموزه، بجمهوره، بأعضائه، بلاعبيه، بجهازه بيتعرضوا للأسف للإساءة أو التطاول. ده أمر ما يمشيش في الرياضة. النادي الأهلي ما بيسيبش حقوقه، والنادي الأهلي بيعرف إزاي ياخد حقوقه بس بما يتناسب مع النادي الأهلي. النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا. لو النادي الأهلي تدنى ونزل لهذا المستوى مش قيمة النادي الأهلي. قيمة الأهلي بيرتفع، والأهلي ياخد حقه بالقانون وباللوائح واللوائح المنظمة. عشان كده احنا متمسكين بتفعيل القانون، متمسكين بتفعيل اللوائح اللي موجودة في الاتحاد الكرة، الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية، وهنسعى لده الحقيقة دي مرة من المرات القليلة وتكاد تكون المرة الوحيدة اللي كلم الكابتن خطيب ازاي يرد على التجاوزات اللي حصلت للنادي وله شخصيا والكل والبعض رموز النادي. وحتى عندما تناول هذا الأمر تناوله من منظور احترام القانون وإزاي هناخد حقوقنا، مش بالتجاوز إنما أو النزول إلى مستوى التجاوز، ولكن بالقانون. والحقيقة أن كل مرة لجأ للقانون الحمد لله أنصفه، وإن لم ينصفه الجهات الرياضية مش ما نصفتوش، هي لحد دلوقتي ما ردتش إلا اللجنة الأولمبية في قضية واحدة وحكمت للأهلي بسلامة موقفه في قضايا الخاصة بنظام الدوري. ده مركز التسوية والمنازعات. التسوية والمنازعات تابعة للجنة الأولمبية. ولكن حتى الآن خير اللهم اجعله خير ما سمعناش ماذا حدث في تظلمات اتحاد الكرة و لجنة الانضباط. ولجنة الانضباط. لجنة الانضباط
ونتمنى ان ياتي الانصاف ايضا. والظاهر ان هنحط عنوان الانصاف لشهر ديسمبر، لان الشيء بالشيء يذكر. وان كنت انت عايز تاجله انا ما عنديش مشكله، انت اللي انت معاك الدركسيون، انت بتقود الحلقه. اعلم ان هناك امور تحدث نتيجه شكوى الاهلي في الاتحاد الافريقي، وانا اتكلم هنجلها هنجل. شفتوا؟ بقول لكم هو اللي معاه الدركسيون. انا بس حفاظا على عدم اختلاط الاوراق. على ذكر الكلام اللي اكد عليه المهندس عدلي، انه الاهلي في النهايه بيلجا للقنوات المشروعه وبيحافظ على الاطر القانونيه وبيجيب حقه، والحق ما بيزعلش. هذا الاسبوع قضت محكمه الجنح برئاسه المستشار رامي منصور بحبس احد الاشخاص ويدعى جهاد محمد نصر الدين الغزالي لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وكفالة 10,000 جنيه وتغريمه 15,000 جنيه و10,000 جنيه كتعويض مؤقت، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة. ليه؟ حبس وغرامة وتعويض مؤقت ليه؟ بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتعرض لسمعة أسرته، وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة. وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد أكد في وقت سابق على أن الأهلي يسلك دائما الطرق الشرعية من أجل الحصول على حقوقه وبما يتناسب مع اسمه وقيمته وتاريخه على المستوى المحلي والقاري، وأنه يتمسك دائما بتفعيل القانون واللوائح ولا يتدنى بأية حال إلى محاولات استدراجه إلى الإساءة والخروج عن النص واتباع الطرق التي تخرج عن حدود الأخلاق، نظرا لقيمة الأهلي واسمه وتاريخه وشعبيته على كافة المستويات. وأشار إلى أن الأهلي ومجلس إدارته لن يتنازل عن حقوقه ويرفض المساس بها، لكن من خلال القنوات الشرعية، وهكذا هو الأهلي دائما على مدار تاريخه. وفي ضوء ما سبق، كلف مجلس الإدارة قبل فترة الأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، ومنهم الغزالي الذي زعم أنه أحد مشجعي الأهلي وبمدفوعا من آخرين قاد حملة ممنهجة حفلت بالسباب والأكاذيب والإساءات التي طالت الأعراض وسمعة العائلات من خلال بث فيديوهات متعددة على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وأصدرت المحكمة الحكم المشار إليه منصفة رئيس النادي الأهلي ورمزه الكبير الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي. يعني لما يبقى في مجموعة من الناس تعرف بعضها ما تقيمش العلاقة ولا الأشخاص في ظل الظروف الجيدة. تملي تقيمها ساعة الخلاف. مين هيطلع صح؟ مين هيطلع يتمسك بالأصول؟ مين لسانه هيبقى عفيف؟ مين بالزبط. ايده هتمتنع عن الاذى؟ مين هياخد حقه؟ يا اما بالعتاب، يا اما بالقانون، ها؟ يا اما ب يعني العشب. دي وسائل اخذ الحقوق. لكن في ناس تعرفها في حياتك وتفاجأ ان هم اتصرفوا تصرفات ساعه الخصومه اللي مالهاش مبرر، كانش في خصومه شخصيه في هذه لبعضهم يعني. وتجد ان كلام عنيف جدا بيطلع. لكن برضه زي ما قلت لك، امشي عدل يحتار عدوك فيك. انت بتكسب القضيه ليه؟ لان لما بتتهم احد بكلام بيثبت ان هو مش صح، لما تجاوز حقك في حقك بتستطيع ان تاخذ الحق والانصاف. وتعالى كده في الشهرين اللي فاتوا دول شوف كم حكم خده من الكابتن الخطيب، وكم حكم ادبي من جهات متعددة حصل عليهم الكابتن الخطيب، وكم تكريم والنادي. انا بتكلم بقى دلوقتي عشان دي قضية الكابتن الخطيب. ايوه. وطبعا النادي. وانت مستعرض كل هذا. هنوريكم النهاردة كيف حصل الاهلي على حقه في مش هتخيلوا حجم القضايا اللي كسبها. لكنه حتى في ديت، يعني باعتبار ان هي قضية سب وقذف، وقضايا السب والقذف في الرياضة أنا من النوع اللي بتزعجني مثل هذه القضايا، لأنه الحقيقة أولا أنتوا بتتكلموا على رياضة
وتتكلموا على جمهور، يعني مفيش ناس مختلفة مع بعضيها على مصلحة مباشرة، على حقوق ملكية لحاجة، على نزاع مادي على حاجة، مفيش علاقة تسمح انه في حد يطلع بفيديوهات يسيء جدا ويجرح ويقل أدبه قوي قوي، خروج عن النص غير طبيعي. طب ما هو في النهاية لكل حاجة حدود ولكل حاجة إطار قانوني بيحكمها. جرائم السب والقذف في الرياضة بشعة جدا، لأن هي في الغالب مدفوعة، وفي الغالب بتخدم مصالح آخرين، وفي الغالب بأجر، فما بيفرقش أبدا من يرتكب سب وقذف في المسألة الرياضية عن بلطجي بيتأجر في الشارع، لأنه في الأول وفي الآخر بيعمل لصالح آخرين، في الأول وفي الآخر بيخدم أطراف أخرى، لأنه في الرياضة مفيش نزاع شخصي احنا أو أغراض أو مفيش مصلحة مباشرة. المفروض أن احنا بنتنافس في مجال رياضي، ساعات تشعر لما خدتش حقك إلجأ للقانون، إلجأ فنتمنى للتحكيم. أنه كل حكم يصدر في حاجة ليها علاقة بالجرائم السب والقذف والأعراض والخطف أعراض وسمعة الأشخاص، خاصة لما يكونوا ناس أنقياء، خاصة سهلة. بالظبط، سهلة جدا، أسهل حاجة تتراشق، ده أسهل حاجة، ده أي حد في الشارع يشتم أي حد محترم، أي حد. الصعب جدا الاحترام، الصعب جدا الانضباط، الصعب جدا الالتزام، الصعب جدا الأدب والأخلاق، خط هي دي القيم الأخلاقية الصعبة على البعض. لكن التجاوزات والإسفاف والخروج والإساءات والتجريح وكل ألوان قلة الأدب سهلة على أي حد، شريطة أنه يغيب منظوره القيم شوية، يغيب أي منظومة القيم بتاعته، يعتمد على أن دي البضاعة الرائجة أحيانا في أوساط معينة أو مستوى معين. صحيح، أن الناس يعني أنت لو قلت واحد شكر في واحد محدش يتوقف ويرددها وراك الا في سياق معين يعني او في ظروف معينه، انما لو واحد خاض في عرض واحد هو ده اللي تجد على طول الناس دون ان يعني تتيقن، ودون حتى عشان كده انا حتى لو عدوي مش عايز اتعرض لهذا الموقف. صحيح، لو واحد اساء ليا مش عايز ان انا الجزاء تنزل من جنس ننزل ان انا اقول له ساعه ما يقع اقول له كاني وماني خلاص. لذلك أنا بقول لك هي المسألة مسألة إحنا عايزين نروج لأني بضاعة لسوء الأخلاق المصري. هو عملية تسويق، كل حاجة في الحياة عملية تسويق. من أول ما تتولد حلقاتك برجلاتك يحطوك في غربال والناس تلف بيك والناس تتصور معاك، بيسوقوا الطفل وبيسوقوا لحد ما تخش المدرسة وتخرج من المدرسة تخش الجامعة وتخلص الجامعة تعمل انترفيو شغل وبعدين تروح تخطب. في كل خطوة بتعملها بيسوق بتسوق نفسك، يا إما بتجتهد عشان تسوق نفسك في التعليم عشان تقدر تخش كل اللي أنت عايزها وتشتغل الشغلانة اللي أنت عايزها، يا إما يعني كل فالنهاردة خلقك هو الذي يسوقك، لأن بعد شوية كل حاجة هايلة. نخش في حتة الخلق، الناس تخضم الراجل اللي بيتجاوز سريع الخطأ سريع، ولذلك بقول لك كده أنت جارك يبقى لذيذ معاك جدا ما تقدرش تحكم عليه إلا إذا اختلفت معاه. ابنك اتخانق مع ابنه، هل هيمسك الولد يضربه؟ هل هيشتمه؟ هل هيتعرض لأهل الولد؟ هل ولا هيجيب الولدين ده أنتوا إخوات وما يصحش وبصوا بعض ويجي لك ويقول لك ابنك عمل كذا فتقول له عيب يا فلان، ما لا ده حبيبك واخوك، هو ده السلوك اللي احنا بنتوقعه، والحادثه واحده لكن تقود الى نتاجتين مختلفتين تماما، واحده لسكه التجاوز والخلاف الذي ما انتش عارف حدوده ايه، والثانيه الى مزيد من الترابط والتلاحم والحرص على العلاقات. طيب، والحرص على النهج المحترم في التعامل مع كل الأطراف أو كل القضايا اللي تخص وتهم النادي الأهلي، ده كان نهج مجلس الإدارة، والحقيقة هو النهج الأهلاوي الدائم. أنت بتتعامل مع كل حاجة بتتعرض لها بالقانون، بتدافع عن حقوق ومصلحة وقيمة النادي بالقانون. الأهلي دائما وأبدا معني وملتزم ومتشدد قوي في التعامل وفقا للوائح، عنده ورق بيحكمه،
عنده خطوط ماشي عليها. فدايما او حتى لما بدا مجلس الاداره الحالي عمله كان في مشكله كبيره مثاره على ذكر النواحي القانونيه، وازاي النهج الاهلاوي اللي الكابتن محمود الخطيب اتكلم عليه في الفيديو اللي شفتوه في حفل تتويج الاهلي ببطوله الدوري، ازاي الاهلي سار على هذا المنهج من بدايته، لانه ما كانش عاجب قطاع من الاهلاويه. البعض كان بيشوف لا انت هتفضل لامتى واحنا لا واخرتها، انت في النهايه بتجيب حقك تالت ومتلت وبتردع او بتقطع اي لسان متجاوز بالقانون. فكان حتى جلب الحقوق والحفاظ على الحقوق كان واحد من الاهداف اللي سعى عليها مجلس الاداره وحقق فيها نجاحات قانونيه. فاكرين حضراتكم تغريم النادي الاهلي 135 مليون جنيه لصالح شركه مسك اللي كانت متعاقده على اداره قناه الاهلي، كان حكم صادر ضد النادي الاهلي ابان مجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر، ولما تولى مجلس الاداره الحالي المهمه قبل سنتين تعامل مع المساله بشكل قانوني صريح وفقا للعلاقات المحترمه وفقا للحفاظ على شكل النادي وحقوق النادي وقيمه النادي. حصل النادي الاهلي على حكم ببطلان التحكيم في القضيه اللي شهدت تغريم شركه الاهلي للانتاج الاعلامي 135 مليون جنيه لصالح شركه مسك الدوليه اللي كانت حصلت على هذا الحكم. والنادي الاهلي طلع بيان وقتها اشار فيه الى حكم محكمه استئناف عالي القاهره دايره 63 تجاري برئاسه المستشار احمد نصار ببطلان حكم التحكيم رقم كذا لسنه 2014 الصادر ضد النادي الاهلي من مركز تحكيم القاهره الاقليمي. ومن ثم ووفقا لحفظ او لحرص مجلس الاداره على التعامل القانوني الواضح والصريح شال على النادي 135 مليون جنيه كان عليه ان هو يدفعها او يتغرمها لصالح شركه مسك للانتاج الاعلامي. طيب. على جانب اخر هناك حكم جاب لك فلوس بقى؟ ايوه. مش شال عنك غرام؟ ايوه. اللي هو بتاع الخلاف مع شركه سيلس اللي اتسوى بعد ما كان واخد اتجاه التحكيم، اتسوى بشكل بالظبط. ادى الاهلي طلباته وخلصت. انتهت بيه ازمه الاهلي مع شركه صله، شركه صله للحقوق الاعلانيه او التسويقيه، شركه السعوديه، لما خرجت من حق رعايه النادي الاهلي لجأت للمحكمه، النادي الاهلي لجأ ضدها، النادي اخذ حكم ينهي بيه ازمته مع شركه صله ويحصل الاهلي على 150 مليون جنيه. انتوا بتتكلموا في 135 مليون جنيه اسقطها كان هيدفعها النادي لشركه مسك، لا انت بتاخد كمان من شركه صله 150 مليون جنيه وده وفقا للحكم اللي صادر. والمسار اللي خدته القضيه انه ابتدت تاخد شكل انهاء الخلاف بشكل بالزبط. ودي وكل واحد ياخد حقوقه. هنا بنحيي بقى ايه؟ بنحيي ان احنا عندما تتحسن العلاقات تقودك الى تحقيق مكاسب وحقوق وتجنبك خلافات. الخلافات هو ده اللي عايزين، ودي قيمه من قيم الرياضه. ايوه. كيف نحل خلافاتنا؟ لازم نحيي اصحاب الشأن اللي خدوا هذا الامر سواء من صله او النادي الاهلي في هذا المسار. طيب دي حقوق ماليه كبيره واضحه ومباشره بالملايين. تكلم 285 اهو بالظبط. الحقوق الادبيه والرياضيه عشان الناس تبقى فاهمه، هو الاهلي لما بياخد موقف لا بيتعنت ولا بيتعجرف ولا بيرخم على حد ولا يقوي مشاكل. لما الاهلي اعترض في نهايه الموسم الماضي يا جماعه ارجوكوا ما ينفعش الدوري يمتد لبعد كاس الامم، ده اجهاد للعيبه، ده اعاقه لحركه تنقلات اللاعبين وقيد القوائم، ده هيطول الموسم وهيربك الموسم الجديد. لا يهديكوا يرضيكوا، لا. وثبت بعد كده والناس اعترفت ان كل المصيبه اللي حصلت عشان فرجاني ساسي يلحق يرجع، ورجع وحصل اللي حصل. لكن في النهايه الاهلي عمل ايه؟ لما قال انا مش هلعب لو الدوري امتد، مشي في الشكل القانوني وكله بالقانون. احنا في الفقره دي بنزكي روح القانون او بناكد على قيمه القانون وبنوضح ازاي النادي بيتعامل وفقا لهذه الاطر. راح يا باشمهندس لمركز التسويه وفض المنازعات في اللجنه الاولمبيه شاكيا اتحاد الكره، خد الاهلي حكم على اتحاد الكره
أول مرة نادي يغرم الاتحاد ويتقال له لا لو سمحت أنت بتهرج بالقانون، لو سمحت أنت ماشي غلط، أنت أضريت بمصلحة النادي وكل الأندية، أنت ما كانش صح تنهي الموسم بعد كده، أنت تعاملت بمكاييل مختلفة، أنت اديت الأهلي جدول مضغوط لعب في أيام معينة وأرحت بقية الأندية أو أندية بعينها. كل هذه الخزعبلات الإدارية اللي أداروا بيها المسابقة واللي طولوا بيها الموسم واللي رضخوا فيها لتهديدات، القضاء أنصف الأهلي فيها وأثبت أنه الموقف الرياضي والموقف الإداري اللي النادي كان واخده كان قانوني 100%، وتم تغريم اتحاد الكرة من مركز التسوية والمنازعات وقضية لصالح النادي الأهلي في هذه الأزمة. باشمهندس، شيء يجب الإشارة عليه طبعا وتحيته، وده اللي احنا بنقوله، شجعوا الناس تروح للجهات الرياضية المسؤولة، شجعوه بمثل هذه الأحكام، مثل اللي هي بمثل هذا الاهتمام، انك انت اما اكتب لك شكوى تاخد فيها اجراء بالظبط، هتساعدوا الناس ان تاخد حقها بالشكل السليم الرياضي والقانوني السليم، لان الياس قد يدفعك الى انك خلاص انا ما اللي يشتمني اشتمه وخلاص ما فيش فايده. وده تخيل بقى، تصور النادي الاهلي لو كان مشي بنفس الاسلوب كنا بقينا فرجه الدنيا والله. فالحمد لله ان في حاجه اسمها النادي الاهلي تستطيع ان تعيد القطر الى القطار، قطار السلوك الرياضي الى قضبانه، عشان باذن الله نوصل كلنا الى الهدف دون حوادث. واللي ينط من القطر ويهرب او يزوغ او يسطح يلاقي الاهلي بيعامله بالقانون. سليمان كوليبالي اللاعب اللي هرب فجاه بعد ما كان متالق، لكن فجاه طقت في دماغه الغريبه، اخترق عقده وسافر. الاهلي ما سابهوش او ما سابش حقه وكله بالقانون. تم ملاحقة كوليبالي ليقضي أو الفيفا من خلال محكمة فض المنازعات في الاتحاد الدولي غرمت اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي مبلغ 1,436,000 دولار لصالح النادي، وقررت حصول الأهلي على هذا المبلغ، وبعد كده تمت التسوية مع النجم الساحلي. في ناس تقول لك لو هو أنت في ليه سويت مع النجم الساحلي، ما هو ده ممكن ينافسك، وليه يعني اديت النجم بعض التسهيلات في طريق السداد. كوليبالي موضوع غريب، وبقاله اكتر من سنتين ما بيلعبش، يعني كل الناس اللي عملت مشاكل كانت بتلعب ببطاقه مؤقته وكانت يعني بتمارس حياتها لحد ما يحكم في الامر، انما كوليبالي بقاله فتره خلاص ما بيلعبش. ومحدش طبعا لما اجي لك بمشاكل واقول لك انا لعيب عايز العب عندك وانا فري، اهلا وسهلا، يقول لك بس شيل الغرامه بتاعتي. ما هجيبها منين من 1,400,000؟ كل بالي لازم يلعب ويتقاسم بقى مع الجهه اللي رايحها هذه الاعباء. فكان من الحكمه حرصا على حقوق النادي الاهلي وامواله ان الاتفاق ده يتم. انت كده حافظت على حوالي 25-26 مليون جنيه. إذن الحفاظ على حقوق النادي، على ماديات النادي الأهلي من خلال كل هذه الأحكام، على صورة النادي الأهلي، على قيمة النادي الأهلي، وعلى الحقوق الأدبية والأخلاقية لرموز وقيم مسؤول النادي الأهلي ومجلس إدارته، وكله بالقانون. بعد الفاصل حكاية مباراة لم تنتهي للأسف مع صافرة الحكم. أهلا بحضراتكم من جديد. ميسي الخارق أفضل لاعب في العالم، خد جائزة الكرة الذهبية من فرانس فوتبول للمرة السادسة على التوالي، ومحمد صلاح نجمنا الكبير في المركز الخامس، ورياض محرز نجمنا العربي الكبير أيضا في المركز العاشر، وهنوليكم إن شاء الله بالترتيب مع إعلانه. هو الحقيقة كان ميسي يعني بيحافظ على مكانته في صدارة، هو ظاهرة، وهيقعد التاريخ يقول لك مين أحسن، بيليه ولا مارادونا ولا ميسي ولا رونالدو، بس بالارقام كده بتيجي دلوقتي هتحسم رقميا لصالح ميسي مؤكد يعني. صحيح. وكمان طيب. وكمان بس لازم نبارك لنجمنا اللي ادى موسم صعب السنه اللي فاتت، تخللته اصابات كتيره، فانه يبقى في الخمسه
الافضل على مستوى العالم، يعني هو ما خرجش براهم بقاله كم سنه. ان شاء الله مزيد من الترقي والتقدم لمحمد صلاح ان شاء الله، نبارك له يعني. طيب كله بالقانون، الاهلي في ازمته اللي حاصله حاليا ازمه مباراه لم تنتهي مع صفيره الحكم، الاهلي والنجم الساحلي في استاد رادس الجمعه اللي فاتت. ايضا الاهلي بيسلك الطرق الشرعيه القانونيه المحترمه، شفتوا حضراتكم عمل مذكره للاتحاد الافريقي، ومش بس كده، ايوه مش بس كده، الاهلي مستمر في التصعيد، الاهلي ينوي ان يذهب بعيدا وبعيدا جدا بشكواه ضد ما حدث من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي ضد حقوق النادي الاهلي. المفترض خلال الساعات القليله القادمه هتشوفوا خطوات مهمه جدا في سعي الاهلي بعيدا حفاظا على حقوقه، عشان تتاكدوا الاهلي ما بيسكتش وما بيفرطش. ممكن نتوقف لحظه هنا؟ اتفضل. السنتين اللي فاتوا تعرض الاهلي او ثلاث سنين لظلم فادح، وكان عندنا انتقادات ان ازاي اصحاب النفوذ المصري في الهيئات الدوليه ما بيحتضنوش زي اللي شفناه في تونس وزي اللي شفناه في المغرب حقوق انديتها، وتحديدا النادي الاهلي، وان كان هو يعني الحقيقه هم وقفوا مع نادي الزمالك كثيرا، لكن يعني انما يستحق كان النادي الاهلي، ولو كان شاف هذه المساندة ربما كان قدر في سياق البطولات اللي هتسردها اللي راحت بالسرقة عيني عينك انه كان يحافظ على واحدة او الاثنين منهم. لكن انتقدنا الكيانات، وتحديدا يعني قلنا ان المهندس هاني ابو ريده بقامته الدولية يستطيع ان يلعب دور مهم، عايزين نشوفه. ونشدناه وقتها يعني يا باشمهندس الكرة المصرية تنتظر منك يعني مساندة وتطوير بحكم خبراتك ومكانتك الدولية. لازم نقول النهاردة ها وانت هتقول بعض التفاصيل، ان يبدو انه المرة دي لا، المهندس هاني ابو ريده هيكون له دور في ان الحق يتم مساندته في المشوار القادم، لانه يستطيع ان يفعل هذا، وهنا وجبنا وحقه أن نشيد بموقفه. نشيد بموقف المهندس هاني أبو ريدة، لأنه كما أعلم ويعلم المهندس عدلي جيدا أنه على تواصل من بعد المباراة مع الكابتن محمود الخطيب، داعم جدا لموقف النادي الأهلي، متفق جدا على حجم ما تعرض له النادي الأهلي من ظلم في هذه المباراة، وداعم للأهلي في سيره إلى أبعد مدى دفاعا عن حقوق مشروعة وواضحة وصريحة. ما حدث في مباراة لم تنتهي مع صافرة الحكم، لأنه مازال الرغي مستمر، مازال الجدل مستمر، مازالت الشكاوى مستمرة، ومش هتقف عند حدود لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي، ومش هتقف عند مذكرة الأهلي للكاف. الأهلي ينوي أن يذهب بعيدا دفاعا عن حقوقه. ما 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 هو عايزين نقف هنا بس اللحظة برضو، خلينا عشان ما ننساش حاجة. لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي. أنا أرجو من كل الكيانات المصرية تشوف الناس بتجيب حقوق، أنا بتكلم على حقوق، ما مش عايز حد يجامل أندية مصرية ولا النادي في الغلط ولا في الظلم. إنما كمان ما كل ما نسمع وقائع فجة يقولوا لنا ما فلان كان موجود وفلان كان حاضر، ما ينفعش هذا الكلام، لأنه تاريخيا هتيجي اللحظه دي تنتهي. تقصد رئيس لجنه الحكام سليمان الجيبوتي قال لك ما الكابتن عصام عبد الفتاح عضو اللجنه، عضو لجنه التحكيم في يعني الكاف، كيف يحدث هذا يا كابتن عصام وانت موجود في اللجنه؟ صحيح. وده حقك وكان عندك السبب، وهو موجود في تونس، واذا اعتبرنا اذا موجود في تونس على طول يعني وحاليا حتى هو على طول في تونس على طول في تونس، ولذلك شفنا التحكيم وازاي ان شمال افريقيا يبقوا المصريين يعني ما فيش مشكله انك تحقق مصالح للتحكيم ولنفسك، ده وضع طبيعي وبشري، لكن مش على حساب مصالح واضحه للكيانات اللي زي النادي الاهلي اللي هو بيأثر على تاريخها وعلى سعاده الملايين. لا،
لابد ان يكون هناك وقفه. احنا بنناشد ادوا الحقوق للناس، ما كانش اللي بيحصل ده صح، لان كابتن عصام لو اعترض كان عنده ذريعه. ما ينفعش الراجل ده يتعين ليه يا سيدي النادي الاهلي مرتين ورا بعض. يعيشك يا باشمهندس. هنشوف في هذا التقرير كيف تناولت الصحف مباراه الاهلي والنجم الساحلي وما تعرض له الاهلي من ظلم. الصحف والمواقع تعترف بظلم بوندو في مباراة كتب نهايتها الدرامية الحكم البوتسواني جوشوا بوندو بخسارة الأهلي بهدف أمام النجم الساحلي التونسي بعدما اتخذ قراره الظالم بطرد أيمن أشرف ليلعب الأهلي طوال 83 دقيقة بعشرة لاعبين. كانت الصحف والمواقع شاهدة على ما تعرض له الأهلي في مشهد تكرر مراراً. أجمعت الصحف والمواقع على أن خسارة الأهلي جاءت بفعل فاعل، فعنونت الأخبار في صفحتها الرياضية بمنشط جاء فيه: أول هزيمة للأحمر مع فايلر وطرد غير مستحق لأيمن أشرف، الأهلي يخسر من النجم الساحلي في بداية دور المجموعات بفعل فاعل. لم تجد الأخبار المسائي ما يمكن أن تصف به ما تعرض له الأهلي إلا باستخدام نفس الكلمات، فكتبت: الأهلي يسقط بفعل فاعل، هدف الشيخاوي ينهي مغامرة الأحمر بعد الطرد المبكر. صحيفة الأهرام أيضا لم تذهب بعيدا حيث جاء في عنوانها: الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بهدف من دون رد بفعل فاعل. الحكم البوتسواني يهدي الفوز لبطل تونس على طبق من ذهب بعد طرد أيمن أشرف. أما الأهرام المسائي فاعتبرت الخسارة كرسي في الكلوب المضي بسبعة انتصارات حققها الأهلي مع فايلر، فكتبت: كرسي في الكلوب، جوشوا يمنح النجم الفوز على الأهلي بهدف شيخاوي في افتتاح مجموعات دور الأبطال، طرد غريب لأيمن أشرف وقرارات مثيرة للجدل، المباراة متوترة وفايلر خسر لأول مرة وجاريدو نجح في قراءة موقعة رادس. إلى جريدة المساء التي عنونت صفحتها الرئيسة بمنشط عريض جاء فيه: الحكم ذبح الأهلي أمام النجم. وعلى صفحتها الرياضية كتبت: الأهلي حزين من هدف ياسين، انهزم من النجم الساحلي وخسر ثلاث نقاط ثمينة، الحكم البوتسواني أفسد المباراة وفقد السيطرة على اللاعبين. أما موقع اليوم السابع فكتب: الأهلي يتلقى أول هزيمة تحت قيادة فايلر أمام النجم الساحلي. وكتب موقع يلا كورة بعشرة لاعبين: الأهلي يتعرض لهزيمة مباغتة من النجم. وفي التفاصيل أشار الموقع لأن تعرض الأهلي لظلم الحكام الأفارقة بات مشهدا مألوفا ويمكن وصفه بعبارة شوهد من قبل. هي مباراة تلخصها كنت مجهزه في دماغي كيف يخسر الأبطال وهكذا يتصرف العظماء، لأنها مباراة الناس هتقول لك هو الحكم ذبح يا أستاذ إبراهيم الأهلي عشان طرد أيمن أشرف. هو طرد أيمن أشرف كان مبكرا بالظبط، يفكرك بماتش الترجي بتاع إدرامو، هدف يغيظ وينرفز واضح وخرجك عن شعورك الطبيعي، يسبقه كورنر ظالم ثم هدف ظالم ثم تيجي تتكلم فالحكم يحطك في دماغه ويروح طارد بعد شويه. محمد بركات، هو التحكيم بيعمل ايه في الماتشات دي؟ هو مش مساله الطرد والنقص العددي اللي مؤكد اثر تكتيكيا على فكر المدرب والتكتيك بتاعه، هو استحوذ، هو المدرب عالج النقص مش بالدفاع المتكتل بالاستحواذ. طول ما الكره معاه هو مطمن، ولكن انت صدرت لي يا اخي العصبيه، صدرت لي الشعور بعدم الامان، صدرت لي تحيزك، فانا في الملعب مش حاسس اني مبسوط، حاسس بالظلم. لعيبه الاهلي كانت عصبيه
وده اللي قاله الاستاذ نجيب الاستاذ حسن مستكاوي، ان هو الاهلي كان رايح عشان يكسب ففوجئ بهدم المعبد مبكرا. دي الحاجات اللي بتخوفني يا استاذ ابراهيم، تملي في تحفظي قبل المباريات اللي تبدو سهله، ان الظروف ما حدش عارف هتمشي ازاي، الظروف مش عارف الطعنه هتجيلك منين، انت الاقوى بس الطعنه هتجيلك منين، من واحد على السطوح ولا واحد وانت ماشي في الشارع ما تعرفوش، ولا في طعنه هتجيلك تبقى شاعرها. انت في المباراه دي كل اللعيبه خرجت عن اطارها، عن حماسها واخلاصها ادى الى ان احنا تفضل الكره في رجلنا وشكلنا افضل. يعني دي عارف انت عامله زي ايه يا استاذ ابراهيم في الملاكمه والحاجات دي، ان ماسك واحد هري ضرب فيروح ضربك ضربه غير قانونيه تسقط بالضربه القاضي يحسبها له الحكم، فالحكم العادل يحسبها ضده ويفوز المغمى عليه اللي واخد الضربه الغلط، والحكم الغير عادل يطنش. طيب وهذا ما حدث. لماذا نتحدث الان عن هذه المباراه؟ لان فيها ما زال شغل خارج الملعب. طيب عشان كده النادي سريعا قدم تظلم للاتحاد الافريقي او رفع مذكره احتجاج للاتحاد الافريقي ضد كل ما حفلت به هذه المباراه من اخطاء تحكيميه فجه الحقيقه، يمكن استعرضها الاهلي في شكواه انه الحكم تجاهل احتساب ضربه جزاء صحيحه، ودي النقطه اللي كتير من البرامج ما بتقفش عندها، المساله مش طرد ايمن اشرف بس، المساله ان انت ما تحتسبليش بنالتي صريح مثلا، الكره نازله على ايد مدافع النجم ولا هنا خالص، النيه واضحه. أهدر الحكم الوقت الكتير، يعني الشوط الثاني فيه خمس تغييرات، في هدف واحتفالات الحكم راح يقول لهم نفسهم انزلوا الملعب، في كم خناقه حصلت ثلاث مرات تقريبا، في ادعاء اصابات كلكم عارفين الطريقه الاصابات ايه راحوا ففي وقت كتير جدا اهدر. الحكم اضاف ثلاث دقائق، وحتى لما اضاف الثلاث دقائق في الدقيقه الثالثه منهم او قبل ما تنتهي، رمضان صبحي يرقص ويدخل من الشمال في افضل منطقه خطره، ياخد ضربه حره ما يحسبهاش، الضربه قدام عين الحكم، كله بقى مستغرب ازاي دي ما تتحسبش، النيه مش ناوي يديك حاجه وهو ده بس. الحكم اللي كان طول الماتش سيبوندو ده بيعمل كل ده، كان من الطبيعي جدا مش هيحسب لك فاول على حدود ال 18 اذ ربما تتعادل فيروح هو في داهيه، هو ده اللي حصل. فالاهلي قدم هذا الاحتجاج. على فكره الاحداث الصغيره دي اللي الناس في غمار الغضب ما توقفتش قدام ضربه الجزاء والفاولات والصفاره العكسيه وتضييع الوقت واحتساب الوقت، كل ده راح في الزحمه، لكن ده اللي بيبين نيه الحكم عايز ياخد المباراه في اي اتجاه. صحيح. اتكلم الاهلي في شكواه على اهدار الحقوق المشروعه للانديه، ولما بيتكلم على حقوق بيتكلم على الجميع. وانا المطالب اللي الاهلي بيتكلم عليها مش شخصيه، مش حاجات فرديه. يعني لو قلتوا كل الانديه مضلنا على ده هيمضوا. هم عايزين كده برضه. بيتكلم على انه بطوله زي دوري ابطال افريقيا مواردها بقت كبيره. بتاهل ثلاثه من فرقها دلوقتي في البطوله اللي جايه، السنه اللي جايه مش السنه دي، لكاس العالم للانديه. بطوله عوائدها بقت ضخمه. هي واجهه البطولات القاريه على مستوى الانديه. طب ليه؟ بهذه القيم التسويقيه العاليه ما يبقاش فيها تقنيه الفار من بدري؟ ليه بتسيبه للمباراه النهائيه وكمان ما بيتلعبش؟ شفنا فاينل السنه اللي فاتت فطسوا الفار فجاه خبوه عشان يرضوا طرف ضد طرف او يمشوا المساله بالشكل اللي مشيت عليه. الاهلي في هذا الاحتجاج بيتكلم على انه ليه ما تطبقش خاصيه الحكم الفيديو المساعد في كل الادوار ولكل الأندية، والمباريات بين الأندية الكبيرة اللي هي مؤثرة، ليه ما يتمش اختيار حكام النخبة أو الصفوة لإدارتها؟ دي مسائل مشروعة جدا، ما بيقولكش اديني حكم فلاني، لا بيقولك نهتم بالمباريات اللي بين أطراف متنافسة. ويا أخي الأطراف المتنافسة ده أنت عندك المسألة محسومة، أنت أوكي عندك تصنيف، أنت لما جيت تعمل القرعة كان عندك تصنيف مستوى أول وتاني وتالت ورابع. طب ما المباريات اللي بين المستويات العليا اللي هي عندها فرص احتمالية أعلى للاستمرار في البطولة لازم تحافظ على حقوقها، حجم الندية موجودة بين هذه الفرق، اديها حكام
متميزين، اديهم حكام من مستوى النخبه، اديهم حكام ليهم سمعه كويسه. لكن الطبيخ اللي حصل في لجنه الحكام، واللي انا معلوماتي ان الاتحاد الافريقي مش هيسكت كتير على اللي بيحصل ده، مساله يعني ربما اصل هي كمان حتى الاتحاد الدولي لما يعلق على سوء التحكيم في القاره الافريقيه دي حاجه مش كويسه. لا انت عمال تتطور فنيا وماديا وملاعب وبنيه وانتشار للعبه واهتمام، والمع نجوم العالم دلوقتي من ابناء القاره السمراء، لا يليق ان ده يكون توجيه البطولات او 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 او, أو, أو بص يا استاذ ابراهيم، نادي القرن ال21 هو اللعبه كلها. انت كنت تفوقت الى درجه اللي حصلني كسرني. لازم تقف، واقرب المنافسين ليك هم اللي قربوا. اقرب المنافسين ليك دلوقتي الانديه التونسيه والوداد. فهتفضل انت الانديه التونسيه اللي كنا بنتغنى ان بنروح ونلعب وهم ييجوا يلعبوا في بلدهم والدخول كده بالباسبور والشيء الجميل ده، ها؟ النهارده انت بتروح الماتش ده وكل الهواجس اللي عندك مش مريحاك. فالتحكيم هو اللي يقدر يلعب الدور بقى انه يظبط الاداء ويدي للكره الافريقيه احترامها الواجب. طيب الاتحاد الافريقي معلوماتنا انه مش هيسكت، وانه في وجود السنغاليه فاطمه سموره موفد الاتحاد الدولي لاداره الاتحاد الافريقي، مؤكد مذكره الاهلي خلال الساعات القليله القادمه هتحظى باهتمام كافي وتحقيق واسع، وهيتم مساءله الحاج سليمان. الحاج سليمان وبري ده راجل جيبوتي، وانا مش فاهم برضو اختيارات المسؤولين عن لجان مهمه جدا في الكاف من دول يعني هتلاقوها ملهاش علاقه وطيده او وثيقه بكره القدم، مفيش تراكم خبرات كبير لدول ممكن تدي بدل الكادر 10 او 100 فرد. ارد عليك انا؟ اه لو منهم بقى وعايز امررها؟ اه هقول لك، ما انا لو جبتها من الدول الشمال الافريقي اللي هي المتصدره المشهد هتقولوا دي هيجاملوا فرق. طيب هي العبره مش في رئيس اللجنه، من الذي يحرك اللجنه؟ اه انت كلنا عارفين بالاسم، قاعد فين ورايح فين. فعشان كده موقع يلا كوره اهتم بانه يسال سليمان وبري الجيبوتي رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي ايه اللي حاصل وايه شكوى النادي الاهلي. فالراجل رد قال احنا بالفعل لجنه مستقله، لجنة مستقلة ومحايدة؟ لا والله، ولا يوجد أي شيء يجعلنا نميل إلى طرف دون آخر، لا بجد. وقال كمان نحن نمتلك أعضاء من 6 مناطق مختلفة داخل مختلف بقاع القارة، كما أكد أن أحد أعضاء اللجنة من مصر وهو عصام عبد الفتاح، فكيف يكون هناك تحيز أو عدم حيادية؟ ده كلام الرجل الجيبوتي انه معاه كابتن عصام عبد الفتاح عضو اللجنه. هل ما يتم من هذه الانحيازات لصالح الانديه التونسيه المتكرره؟ يعني يلعب الوداد النهائي مع الترجي السنه اللي فاتت المشكله فيها تحكيم، يلعب الاهلي مع الترجي فاينل المشكله فيها تحكيم، يلعب الاهلي مع الترجي قبل كده في ايد انرامو المشكله فيها مصيبه، يلعب مع النجم الساحلي في مباراة العرجون في كارثة هناك وكارثة هنا، وفي مع الوداد رايح جاي، يلعب تيجي تلعب هنا دلوقتي مع النجم الساحلي في كارثة. إذا الترجي يلعب الجولة دي مع الرجاء في مشكلة في التحكيم. ادوني تفسير. مع كل الحب والمودة والاحترام لتونس الشقيقة الغالية جدا علينا كلنا، بس احنا بنتكلم على كرة القدم ومسابقات الأندية فيها. ليه كل، وده السؤال الكبير، ليه كل مشاكل التحكيم لا تظهر بهذا الشكل الواضح جدا والجلي قوي الا في المباريات اللي في الغالب اطرافها انديه تونسيه؟ ولجنه الحكام، هل لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي قياداتها مقيمين في تونس؟ دي اسئله مطلوب الاجابه عليها. هل هناك تمس مباشر ليهم مع الجامعه التونسيه لكره القدم؟ دي اسئله مشروعه وبترددها كل وسائل الاعلام. هو انت اللي عايز تتحدث يا استاذ ابراهيم، مش ضروري تكون مقيم، المهم في العلاقه. العلاقة، ما هو الإقامة، من الذي يحرك الأمور؟ في شخصية قوية جدا أو شخصيتين، كل واحد بيحرك الأمور لصالح بلده. طب لإمتى؟ إلى متى؟ وده كان استغاثتنا لرجالنا المصريين اللي يعني أرجو المرة دي كما سمعت هيبقى لهم دور يعني.
هذا الرجل نائب رئيس او عضو رئيس لجنه الحكام قال انا موجود في اوروجواي في اجازه او في رحله، ما اتفرجتش على هذه المباراه ولا على اي مباراه في دوري الابطال، لكن من المؤكد انه شكوى الاهلي هيتم النظر فيها. طبعا هيتم النظر فيها في دوائر الكاف، وربما الحاج سليمان ما يفضلش موجود لا في تونس ولا في اللجنه. ما تصدرش احكام او بالراحه، فلننتظر. هو ده اقرارا للعداله، لو انتوا عايزين فعلا الامور تستقيم. وهو لو مشي يعني انا كده مبسوط، انا مش عايز حد يمشي، انا عايز ممكن يجي لك واحد يعني يقول لك اديني مشيناهولك، ويجي لك واحد يذبحك برضه، لانه ما هي الريحه وحشه. الريحه وحشه لدرجه انه الاتحاد الدولي نفسه بيتكلم هو عليها. هو الاقي ده. مقاله مهمه جدا للصديق العزيز الدكتور ياسر ايوب في المصري اليوم اول امبارح، انفانتينو وخطايا التحكيم الافريقي، وبيتكلم ياسر ايوب في هذه المقالة المهمة جدا عن الملاحظات اللي أبداها رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو عن الكرة الأفريقية، وتأكيده على أنه أهم ملف يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى ضبط هو ملف التحكيم في الكرة الأفريقية. بيتكلم ياسر أيوب أنه إنفانتينو فعلا مستاء جدا مما وصلت إليه عملية التحكيم في الاتحاد الأفريقي في المباريات الأفريقية، وشايف ان ده الملف الاهم الجدير بالمناقشه والمتابعه والتطوير، وقال ان احنا بصدد ان احنا نختار مجموعه حكام يتم اخضاعهم لعمليات تدريب وصقل ورعايه عشان يتم الدفع بيهم لاداره المباريات الافريقيه. بس انت في الاول وفي الاخر ازمه التحكيم في افريقيا هي في سياسه التعيينات. سياسه التعيينات، الناس اللي ايديها بتعبس في هذا الملف بتوجه الحكام، بتختار حكام مخصوص لمباريات معينة، بتأدي مهام معينة، وإلا ما كانش الاتحاد الأفريقي نفسه في الفترات الأخيرة وبعد انتخاب أحمد شطب كم 40 حكم مرة واحدة، والشطب دائم وأبدا بتهم الفساد والرشا وتعاطي رشا. هو قال لك دول عناصر فاسدة ما ينفعش يكملوا كحكام. الاتحاد الأفريقي نفسه بيتطهر، بيغتسل من رجس هؤلاء المرتشيين الواحد تلو الآخر، وبتسمع حكام اللي دخل السجن واللي راح في داهية واللي اتمنع من دخول الملاعب واللي تم الحجر عليه، كتير من نماذج التحكيم في القارة الأفريقية. فده ملف لما يكون رئيس الاتحاد الدولي نفسه منزعج منه هذا الانزعاج، لا أعتقد هو ملف جدير بالعناية والرعاية، لأنه المسألة يا باشمهندس لما تفتكر سعيد النصري رئيس نادي الوداد لما حصلت مشكله مع الترجي، ودي كانت يعني على مرأى ومسمع من الكل، الازمه بين الوداد والترجي الموسم الماضي في المباراه اللي ما زالت متداوله في المحاكم وصدرت فيها احكام. انت عارف المباراه تفكرني بايه؟ الوداد يمثله رجل قوي جدا في الاتحاد الافريقي، هو لهم نفوذ. الترجي طبعا كتلته كبيره، بشماوي واخد بالك. فالمباراه عماله زي لعبه الريست، الاثنين بيلعبوا ريست. ايوه، فمره ده يكسب وده مره ده يكسب. القضيه دي بالذات وضحت احنا وصلنا لفين. ما تورينا الفيديو ده بعدين. طب نفتكر سعيد النصر رئيس نادي الوداد كان ضيف في برنامج مغربي، لما توصل المساله ان الراجل يقول في الأزمة وفي الملعب مسؤول الاتحاد بيسأله المذيع، أنا بس بحاول أترجم لكم لأنه اللهجة المغربية ممكن تبقى صعبة فتسمعوها أو تعرفوا إيه اللي اتقال عشان تتابعوه. بيقول له اتقال إنه أنت هتتم مساومتك على إنه تكمل المباراة بشرط تاخد بطولة السنة الجاية. وإنه السيد أحمد قال لك كده، قال له كلهم مسؤول الكاف قالوا لي كده. وإنه كان العرض في الملعب. نشوف هذا الفيديو. نشوفها معك سيدي لان اكثر القيل والقال والتواجد مع النادي ديالك اليوم باش يوضح العديد من النقاط. واش يعني صحيح ان كانت هناك مساومه بان يعني بعض المسؤولين طلبوا منكم مواصله المباراه،
مقابل ربما باستثناء كله بدون استثناء كلهم يطالبون كملكم كملوا الماتش معنا خلينا نديو هاد الكاس تاع العام الجاي ديالكم. العام الجاي ما كاين مشكل العام الجاي ديالكم بقينا بنايات احنا ما كناش كنتفاوضوا احنا تنطلبوا بالحق المشروع ديالنا احنا الا كانوا ما بغيو يفتحوا الباب ديال المفاوضه احنا قلنا لهم شوف الله يجازيكم بخير احنا كنطلبوا حاجه واحده المنافسه العادله احنا واش تكافؤ الفرص كتكلموا عليهم في الكومبيتيسيون في الكيت شارج ديالنا احنا وقعناه معكم كتقولوا لنا بان الفار راه كاين في النهائي مزيان هي كان في الذهاب غيكون في الاياب الا ما كاينش علمونا خبرونا غير خبرونا وحنا نتخذوا معكم القرار داكور ولا ما نجيوش يعني. الكلام واضح بيقول له يعني قال انه السيد احمد كان فيه مساومه ليك قال له هم كلهم بلا استثناء ساوموني وعرضوا هذا العرض عدي هذه المباراة والبطولة اللي جاية ليك قال لك بس أنا ما قابلتش هذه المساومة لأنه كان لينا في المنافسة طلب واحد الفار إحنا لعبنا المباراة الذهاب في وجود الفار فليه الفار مش موجود في الإياب مين غيب الفار فقال لك أنا طلبت بحفظ حق فريقي في تكافؤ الفرص مين المسؤول عن تغييب الفار في الإياب في تونس بينما كان موجود في مباراة الذهاب في المغرب قال له عشان كده رفضنا اي قبول باي مساواه. كان في مباراه الرئيس مين اقوى داخل الاتحاد هو اللي بيطلع له القرار. يعني بعد ما كان كل الناس شايفه ان المباراه هتتعاد والوداد كمان ما كانش عاجبه الاعاده ده كان بيقول لك اللقب ليا. ايوه. إيه لا بشماوي اقوى غلب في اللحظه الاخيره. خسم. طبعا. طيب هذا الحكم عنده مشكلتين. المشكله الاساسيه اللي الناس شايفة انه طلب الاهلي او شكوى الاهلي مدعمة قانونا بمخالفة بسيطة جدا انت ازاي بتكرر حكم في مباراتين على التوالي اخر مباراة للاهلي اللي تأهل من خلالها لدور المجموعات مع كانو رينجرز كان بيديرها هذا البندق جبته له تاني ليه ده السؤال اللي برضو لجنة الحكام معنية بالرد عليه أمام مسؤول الاتحاد الأفريقي أول حاجة هيؤاخذوا عليها سمعة هذا البندق إيه حرص الاختيار بتاعه وهو من حكم آخر مباراة للأهلي هقول لك ليه آه هيقول لك ما هو حكم لك وانت كسبت فاحنا انت مالكش دعوة بالنتيجة استنى هو بيحكم لك ما فاهمني هو أنا مش بقى أنا بقول لك ده تعمد عشان ما تقدرش تحتج عليه فاهمني طب ما حكم الزمالك اتغير في اخر لحظه ازاي؟ وليه؟ وحكم الهلال اهو بيتغير للاهلي وليه؟ ما لازم الناس تقول لنا طب ده اختير ليه وده اتغير ليه؟ في وسائل اعلام هنا في مصر اتكلمت انه نادي الزمالك كلم الكابتن عصام عبد الفتاح على انه الحكم اللي هيحكم في مازيمبي سبق ان ادار اكتر من مباراه لمازيمبي وهناك علامات استفهام فغيره لهم قبل المباراه بساعات ويقول لك ان مازيمبي ده نتيجه مازيمبي يعني غطت على مشكله كانت قويه جدا ممكن تحصل لان كان في ضربه جزاء كل الناس اتكلموا عليها على الاقل يعني لمازيمبي واضحه جدا لم تحتسب أيوة. لو الماتش ده خلص 0-0 كنت هتلاقي بقى هيصه ثانيه كمان صحيح يعني هو جه متحفز ضد مازيمبي يعني كمان. حتى الاعلام المصري كل الناس قالت لك مازيمبي كان له ضربه جزاء ما اتحسبتش يا اخوانا ده شيء مثير ومستفز جدا انك تلعب رياضه وانت عارف انك مش هتاخد حقك. طيب جوشوا بوندو حكم الازمه والمشكله حكم في كاس الامم الافريقيه في القاهره بس كمان ادوا له مباراه تونس ومالي كانت يوم 28 يونيو في الجوله الثانيه في المجموعه. نيجيريا والكاميرون 3-2 في دور 16 في اسكندرية وكان حكم رابع في أكتر من مباراة منها مباراة المركز الثالث والرابع أخطاء الحكم في المباراة الناس اتكلمت أنه طرد أيمن أشرف طبعا ضربة الجزاء واضحة جدا بس طرد أيمن أشرف هو تورط فيه قانونا لأنه الإجماع على أنه شرط الطرد للاعب المنفرد في أربع حالات واحدة أهم نقطة فيهم إن اللاعب المهاجم مستحوذ يكون الكرة في حوزته، يكون مستحوذ على الكرة، طبعًا الكرة ما كانتش في حوزته ولا حاجة، ده الراجل وهو واقع الكرة في السما فوق.
وخبطت في رجله وبعدت، وأيمن أشرف سابق. فهذه هي الشروط الأربعة اللي مع توافرها يكون الطرد وجوبي. المسافة بين المخالفة والمرمى لازم تكون سامحة أن أنت عندك فرصة حقيقية. الاتجاه العام نحو الملعب، نحو للملعب، يعني أنت رايح للجون ما أنتش متطرف، كله بيزيد فرصة التهديف. احتمالية الاحتفاظ أو السيطرة على الكرة، إيه فرصتك في الاستحواذ على الكرة والسيطرة عليها؟ هي دي النقطة اللي في بندق الكرة في رجلك، الكرة أقرب لك، والتمركز وعدد اللاعبين المدافعين. يعني أنت في النهاية اللاعب المعتدي مفيش حد تاني هيغطيه، فما عندوش فرصة إنه في حد يحول. يعني كله بيتكلم في الشروط الأربعة. الكرة كانت في الهواء، الكرة كانت في الهواء، وأيمن أشرف سابق بدل في الهواء. مش تحت سيطرة حد. بالظبط. كابتن وائل جمعة ساعة ما الطوب كانت هتتحدد بقى هي أقرب لمين، مين سبق. كابتن وائل جمعة في بي إن اتكلم عن أداء هذا البندق. بنقص عددي أبدأ بوائل. يعني ما فيش يتقال غير إن الحكم ذبح الأهلي يا خالد، بمعنى اللعبة دي الطرد دي نعم هتأثر على الأهلي بشكل كبير الشوط الثاني. لماذا الحكم ذبح؟ ذبح الأهلي لأن الطرد ظالم، طرد ظالم، شروط الطرد مش موجودة في اللعبة دي. نعم. في الكورة في القانون الجديد أربع حالات للطرد. نعم. أربع شروط لو توافروا اللعبة دي تستحق الطرد. نعم. إنما الأربعة مش موجودين. الحالة اللي ناقصة في اللعبة هي استحواذ على الكورة، والكورة مش في إيدي، مش في حوزة اللاعب يا خالد. نعم. كرة ملعوبة في الهواء، في شد فعلا موجود، كان ممكن أقصى شيء تبقى كارت أصفر لأيمن أشرف. نعم. إن الكورة مش في حوزة اللاعب، وده هو الأساس وده الشرط المهم. اللعبة فيها انفراد قريبة من المرمى، إنما ما فيش حال أهم شيء وهو الاستحواذ على الكورة، غايب عن اللاعب. كرة في الهواء في خطأ طبعا، أما لعب الأهلي مفروض كرة جاية طبعا من ورا. تصرف غبي طبعا. مش هنقعد نناقشها كتير لأن كل خبراء التحكيم أجمعوا، محدش واحد بس طلع قال لا دي صحيحة، محدش قال إنها صحيحة. طيب نشوف الكابتن أحمد الشناوي. نيجي للعبة يعني تعتبر هي يعني السكينة اللي دخلت في قلب النادي الأهلي. إيه هي؟ وهي طرد اللاعب أيمن أشرف. صحيح. هل هذه المخالفة لاعب النجم الساحلي كان أمامه فرصة محققة لإحراز هدف؟ طيب نقول الفرصة المحققة لإحراز هدف فيها اعتبارات ومعايير. أول حاجة المسافة. يعني حاجة سيطرة اللاعب على الكرة واتجاه الكرة. كويس؟ عدد المدافعين والمهاجمين. هذه الاعتبارات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. طيب النهاردة اللاعب ده المسافة اللي هو ارتكب فيها المخالفة اوكي ماشي. في حاجة اللي هي الكرة والسيطرة. صحيح. اللعيب لما تمت عرقلته او مسكه من اللاعب الاهلي الكرة خبطت في ظهره ولا كانت قدامه؟ لا خبطت فيه. خبطت فيه من ظهره. صحيح. يعني اذا هو مسابق الكرة. يبقى اذا هو ما عندوش سيطرة على الكرة. اذا الكرة ليس كانت في طريقها اتجاه المرمى هو رايح لها. اذا لا كان عنده سيطرة، لا سيطرة حالية ولا مستقبلية. مستقبلية يعني تبقى قدامه يقدر يروح يلعبها. حاليا يعني تحت رجليه وماشي بيها وترتكب ضده مخالفه. تمام. يبقى اذا النهارده طالما افتقد عنصر من العناصر دي انتفت الفرصه المحققه لاحراز هدف، قد تكون هجمه واعده قد لكن الكارت الاحمر اختفى تماما، ليس له وجود في هذه المخالفه. بس حكم طبعا. بس ايمن اشرف اعاق اللاعب مظبوط يا كابتن ولا ما اعاق؟ ما يفاول الخطا موجود. لكن ما الخطا موجود، هل منع فرصه محققه؟ لا يطرد. هو انت حضرتك انا ليه اكدت على دي؟ بس حضرتك خدتها من زاويه تانية خالص، انه بعض الناس اللي معترضه على الحكم بيقولوا ان ايمن ما اعاقش اللاعب اصلا واللاعب مثل، بس انت دلوقتي بتقول لي انه اعاقه ولكن ما كانش فيه فرصه محققه. بس ما فيش فرصه محققه. هو سبب الطرد يا كريم سبب الطرد ان الحكم شايف ان دي فرصه محققه. صحيح.
لكن هو ما تردوش لان ما فيهاش قوه زايده، ما فيهاش عنف، ما فيهاش صحيح. لكن هي دي فرصه محققه على ضوءها هو طرد. صحيح. وبالتالي النهارده هي مش فرصه محققه تحت كل الاعتبارات اللي انا اتكلمت فيها. هي ابتعدت تماما عن الفرصه المحققه. صحيح. فبالتالي طرد اللاعب باطل. اجمع ده التحكيم. طيب هناخد كريم حسن شحاته ولا لا؟ ناصر عباس. ناصر عباس. اولا الكره لما اتعملت لونج باص كانت في الهواء. تمام. هنا عشان تقدر تقول ان في سيطره هنا من اللاعب المهاجم. طبعا مش موجود العنصر ده، افتقد تماما هو عنصر السيطره، لان هو الكره ما كانتش تحت اندر كنترول نمره واحد، او ما كانتش في امكانيه ان هو يقدر يعمل عليها اندر كنترول. ما كانش في امكانيه انه يسيطر عليها. تمام. ليه كابتن هاني؟ هنا الكره لسه في الهواء، يعني الكره لسه ما زالت حتى الان ما وصلتش، يعني ما وصلتش، ما زالت في الهواء. انما في فرق جدا لو هي اتعملت يا كابتن هاني ونزلت على الارض واللاعب رايح وتم شد اللاعب او تم ارتكاب مخالفه ضده، هنا يبقى الفرصه واضحه والشروط فيها بتبقى موجوده. تمام. زي ما قلت تاني برجع بقول حاجه مهمه جدا، ان في عنصر مهم افتقد في الفرصه الواضحه وهو عنصر السيطره. أيوة. اللي ما كانش موجود تماما نتيجه ان الكره كانت لسه بتتلعب في الهواء وما كانش لسه حتى نزلت على الارض، وبالتالي هنا اللي شايف يعني حتى لو كانت نزلت وهو كان سبق خلاص ايمن اشرف، فبالتالي كان هينفرد. دي ما توفرش الاشتراط اللي بتقول. هنا بقى كابتن بتختلف، انت قلت حاجه جميله جدا يا كابتن هاني، انا معاك هنا. لو هي نزلت على الارض وهو اللاعب راح ليها وابتدى ان هو هنا بنقول في امكانيه سيطره بقى كابتن هاني. ايوه خلاص، هو ممكن الكره عدت وهو رايح وخدها وداس عليها وراح، هنا في امكانيه سيطره. لو كانت نزلت المخالفه بالظبط كده، هنا لو حصلت المخالفه البطاقه الحمراء تبقى موجوده مفيش مشكله. انما بما ان الكره لسه ما زالت حتى الان في الهواء ولسه في يعني صراع على الكره او في منافسه على الكره، اعتقد هنا العنصر اللي هو زي ما قلت تاني هرجع اقول العنصر المهم هو السيطره على الكره، ده ما كانش متوفر في اللعب. اعتقد هذه البطاقه قاسيه جدا جدا في الدقيقه 13 للنادي الاهلي، وما فيش شك طبعا هي اثرت بشكل كبير على احداث وسير المباراه. مخالفه قانونيه صريحه حسب نص القانون ادى الى تاثير مباشر في نتيجه المباراه، ده راي كمان الكابتن ناصر عباس بعد راي الكابتن احمد الشناوي اللي بالمناسبه كان على الهاتف مع الصديق العزيز الاستاذ عصام شلتوت في قناه الحدث اللي بنبارك له على برنامجه الجديد، ونشوف عصام شلتوت بيسال مبروك الشناوي. يا عصام على اللي حصل. مبروك. على اي اساس يا كابتن شناوي تم اختياره في ماتش كبير زي ده في افتتاح مباريات دوري المجموعات يا كابتن في البطوله يعني الاكبر؟ هو انت يعني طب على اي اساس يختار ان يكون في بطوله افريقيه؟ نفس الكلام يعني هتلاقي نفسك نفس الكلام. ايه الاسس يا كابتن ولا الحكايه فيها الأسس روايه؟ الاسس يعني انا عايز اقول يعني انت لو جبت تاريخ الصوت شويه يا كابتن يعني ناوي من فضل حضرتك. بقول لك لو انت جبت يعني تاريخ الاتحاد الافريقي والحكام والبلاد المشاركه في البطولات الكبرى، يعني انا عايز اقول بتصورنا ما شفناش منها اي حاجه. يعني صعب قوي انك كنت تلاقي حكم في مقدمه الحكام من بتسوانا يكون بيدير حاجات بتبقى نادره، وخاصه ان اداؤه يعني عنده الاخطاء وعنده الاداء اللي هو ما يخلوش يتميز ان يكون يدير مثل يعني مثل هذه اللقاءات. طيب دول حكام مصريين، كابتن الشناوي، كابتن ناصر عباس، كل الخبراء التحكيم اللي اتكلموا مصريين، فربما يكون يعني المساله فيها قدر من التعاطف مع الاهلي بحكم ان الاهلي مصري. طب ما الراي العربي، الراي المحايد، الراي اللي مش مصري، الزميل والصديق العزيز الاستاذ حمدي الحسيني اللي احنا مش متعودين حتى منه مجاملات في اكتر من موقف ما كانش. انت بتتكلم على جمال الشريف؟ لا انا بكلمك على حمدي الحسيني، ناقد رياضي مصري كبير، واحد من اللي بيديروا فرق الاعداد في بي ان سبورت. الحقيقه عمل فيديو على ما حدث للاهلي في تونس، واهتم انه يستطلع راي خبير التحكيم
السور الدولي الكبير القديم كابتن جمال الشريف على ما حدث مع الأهلي في النجم. نشوف حمد الحسيني ومعاه الكابتن جمال الشريف على الهاتف. الحقيقة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو يعني واصل بصراحة المهازل التحكيمية في إفريقيا. أنا الحقيقة ما بحبش أتكلم على التحكيم بشكل عام لا في المباريات المحلية ولا الإفريقية ولا أتهمه بأنه هو بيجامل أو زي ما بيتقال على بعض الحكام أن هم مرتشين وجبناء، بحبش أنا الكلام ده خالص الحقيقة. بس النهاردة الحكم البوتسواني ده أولا حكم غير معروف على الإطلاق لأي حد فينا، فمباراة كبيرة زي دي المفروض ما بين فريقين كبار أبطال إفريقيا قبل كده، المفروض أن في حكام في إفريقيا كبار قوي يديروا المباراة دي. مش عارف ليه الاتحاد الإفريقي بيتعمد أن هو يخلينا نشك فيه. يعني لما يتحط حكم زي ده النهاردة أنت ما بتبقاش مقتنع أصلا بوجوده من بداية المباراة، ولكن لو أداؤه كويس يا سيدي على العين والرأس، لكن إن هو يجي في الدقيقة 13 النهاردة وياخد قرار مصيري في المباراة يقلبها تماما، وقرار يعني الحقيقة أنا بقول لحضراتكم ما بحبش أتكلم عن التحكيم عادة في أي حالة من حالاته، لكن النهاردة الحالة اللي عملها الحكم حالة مبالغ فيها قوي ومستفزة جدا. ومع ذلك ورغم الاستفزاز بتاع الحالة إلا إن أنا الحقيقة ما حبيتش إن أنا حكمي يبقى هو الحكم النهائي على الحكم، فاستشرت الخبير التحكيمي الكابتن جمال الشريف وهو صديق عزيز جدا عليا وأنا بعتبره أخ أكبر ليا ورجل خلوق، وأنا بثق تماما في يعني قدرته على تقييم الحالات التحكيمية وتجرده التام. الحقيقة هو يعني بيحكم على الحالات التحكيمية بشكل فيه شفافية كبيرة. طبعا كابتن جمال الشريف كان حكم كبير جدا وحكم في كاس العالم 3 مرات، يعني مش سهل أبدا أن أي حكم في العالم يروح يحكم في نهائيات كاس العالم 3 مرات، ده غير طبعا يعني بطولات كتير جدا حكم فيها، بس في كاس العالم على مستوى كاس العالم حكم في 3 بطولات. أخي حمدي حبيبي كيف أحوالك؟ إن شاء الله بخير. بالحالة دائما الكرات المرفوعة، بالكرات المرفوعة بدها تكون على الأقل على الأقل دائما بالكرات المرفوعة بالغالب ما بيروحوا للحارة الطرد إلا إذا كان في حارة خاصة جدا جدا جدا، بدها تكون الكرة ساقطة على الأقل، بدها تكون كرة ساقطة أمام المهاجم، يعني بدها تجي ل إذا هو جاء عم يجري على حدود منطقة الجزاء لازم تكون ساقطة داخل منطقة الجزاء، بدها تكون ساقطة قريب منه، يعني بمعنى أنه هو تجاوز المدافع فهو والكرة سقطت قادر يسيطر عليها، قادر هذا هي لم تكن تحت سيطرته طبعا 100%، وبالتالي الجانب الآخر أنه ستؤول إلى سيطرته، ستؤول إلى سيطرته يعني، وهذا حتمية يعني يجب أن تكون مؤكدة، قضية مؤكدة يعني ستؤول إلى سيطرته، يعني مو تخمين على أي، لا بده يكون الكرة مسارة قوتها سقوطها بده يسقط أمامه، وهو بهالحالة بده يتجاوز بده يكون تجاوز بلحظة المخالفة، الكرة تجاوزتهم وحتسقط أمامه وواحد سحبه أو دفعه أو لآخره، فما خلاه يروح للكرة هل قريبة منه بعيدة عن حارس المرمى مثلا، حارس المرمى على خط منطقة المرمى هو على أبواب منطقة الجزاء في قدامه 18 متر أو 16 متر، فبالتالي بهالحالة الكرة صعب الحارس يعني يصلى قبل المهاجم على بعد متر مثلا أو مترين، والمدافع صار خلفه ما عاد يقدر ينافس، والكرة راح على سيطرته يعني مش كرة قوية كتير، فهي الشروط كتير بدها تكون الكرة لم تكن تحت سيطرته نهائيا، هذا أول شرط. إذن بالمصري بالسوري بالعربي بالقطري بالدولي الأهلي تعرض لظلم لأنه الحكم خالف صريح القانون. طب نشوف رأي الكابتن كريم حسن شحاتة في القناة المصرية الأولى. طبعا حالة الطرد دي أنا بقول لكم أثرت بشكل كبير جدا جدا على أداء النادي الأهلي وعلى نتيجة المباراة. وخلينا أتكلم بقى حتة تحكيمية، إن أنا شايف من خلال يعني ما اتفرجت على الكرة كويس وشفت القصة ماشية إزاي في الكرة اللي طرد فيها أيمن أشرف، كرة ما فيهاش حاجة خالص، حتى لو فيها
التحام واحنا ما شفناش الالتحام وايمن اشرف مثلا شد الراجل مثلا، يعني ما تبقاش طرد. ليه؟ ان في شرط اساسي يا جماعه من شروط الطرد، هو الحكم بيطرد ليه المدافع؟ عشان يبقى المهاجم منفرد. في شرط اساسي من شروط، وانا سالت حكم، يمكن عمر الايوبي كمان رئيس التحرير في كره كل يوم كان حكم، وفي شرط اساسي ان ادام الكره لسه ادام الكره في الهواء والمهاجم ما عملش كنترول او ما عملش سيطره على الكره وانفرد، يعني الكره مش في استحواذ المهاجم، الكره لسه، يعني ايمن اشرف لو حتى زق او شد مهاجم نادي النجم الساحلي بس الكره في الهواء، الكره مش تحت سيطره واستحواذ اللعيب، يعني الكره مش تحت، يعني راجل ما زقش الكره واستحوذ عليها ورايح يجيب جول، فده يعتبر ان انذار لو حتى في التحام. حتى احنا في الاعاده امبارح قعدنا نتفرج وندقق وكده، انا ما شفتش التحام خالص. طيب، كل الاراء واضحه ومجمعه وصريحه وصحيحه على حجم ما حدث يا باشمهندس. كل ما حدش قلت لك سئل الا لما قال الطرد ظالم ولا يتماشى مع القانون ولا اللوائح. وانا ما اعرفش دي تخش في تقدير اخطاء تقديريه والاخطاء في تنفيذ القانون حقيقه، يعني مساله انك تعيني مرتين ممكن يبقى الاعراف ترفضها ورا بعض، انما القانون بقى وانت بتطبقه لو غلطت في القانون موقفك ايه؟ دي نقطه تانية انا عايز اسال فيها كنت. لكن في كل الاحوال، هل الحكم ده انت بتقول هو بيقول انا ماليش علاقه بتونس، لكن انا شايف قدامي في تجهيز من الاعداد اللي تعب كتير معانا. انت عارف اللقطه اللي انت هتشوفها يا باشمهندس تقريبا مكرره، الراجل ده كان في تونس بيدير مباراه للنجم والرجاء المغربي 2015 اهي، وبالمناسبه في الدقيقه 15 يعني اول ربع ساعه، واضح ان المساله بدري لا ادى كارت للاعب الرجاء والنجم في الكونفدراليه. بص الراجل بيضحك، اتفرج، هيجري عليه وروح طرده. اهي يعني هو نفسه البندق اهو. طب انت اديت انذار في فاول، تقديرك له ان هو كارت اصفر، دايما اشرف خد الاحمر مباشره بقى، حولته الاحمر ليه؟ اهي بص. طيب راح مديله اصفر في الاصفر وراح طرده اهي. بص اهي وفول هو بكتف، مفيش فوضى كتف ولا انذار ولا حاجه ابدا. ده تاني انذار في 10 دقايق، يعني بص تعالى وهيروح طرده. ولاعيبه الرجاء بيعترضوا على انه ده التاني له في حاجه اهي، يعني في 10 دقايق ولا ربع ساعه كلفت الرجاء وطردت اللاعب يعني منه. واضحه بيعمل ايه، وبدري على رايك بيخلص الماتش، ودائما الخطا لصالح النجم. هو الحقيقه يعني احنا بنستعرض كل ده ليه؟ عشان تبقى المساله واضحه لحجم ما تعرض ليه فريق الاهلي واثر بشكل مباشر في نتيجه المباراه، ودفع النادي الاهلي انه يقدم مذكره احتجاج بل ويتجه للتصعيد فيها الى ابعد مدى. السوشيال ميديا اذا كنا احنا استعرضنا كلام الجرايد والعناوين الصحفيه وايضا الفيديوهات برامج التحليل المختلفه عما حدث في استاد رادس، هنشوف في هذا التقرير تناول السوشيال ميديا والمواقع الالكترونيه لما حدث في رادس. توقعت جماهير الأهلي فوز فارسها الأحمر على النجم الساحلي في عقر داره،
جاءت الرياح بما اشتهت نفس الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أهدى فوزا غير مستحق للمنافس بعدما قام بطرد اللاعب أيمن أشرف بطريقة ظالمة عند الدقيقة 13 من عمر المباراة. جماهير الأهلي على السوشيال ميديا تفاعلت كعادتها مع سيناريو اللقاء. في البداية لخص الكاتب الصحفي والناقد الرياضي سعيد وهبة المباراة في سطر واحد: الأهلي لعب 80 دقيقة بعشرة لاعبين كان الأفضل. رد عليه خالد العباسي من جروب الأهلاوي الواعي: لا يكسر الأهلي إلا التحكيم. أتى تعقيب آخر من جروب صوت الأهلوية فكتب آدم ديب: بدون تفاصيل الأهلي بطل إفريقيا لهذه النسخة، الأهلي أبدع رغم كل الصعوبات. يتواصل حوار التخاطر بين الأهلوية فيكتب مصطفى السويسي في جروب عائلة الأهلي: بفعل فاعل الأهلي يخسر من النجم بهدف، لولا تجاوزات الفاجر البوتسواني لعاد بشكل تاني، هارد لك وشكرا للفرسان. عبر حمزة حمزة في جروب نادي القيم والمبادئ عن حزنه للخسارة غير المستحقة فكتب: حزني على الأهلي لخسارته المدبرة أمام النجم تشغلني عن أي شيء آخر. فيرد عليه شريف الطوخي من جروب الأهلي حبيبنا: فجر تحكيمي واضح، يجب فتح مغارة الكاف وقاطنيها. يتفق جمال عبد الراضي من جروب استاد الأهلوية: سيظل التحكيم الإفريقي نقطة سوداء في ثوب القارة الإفريقية. أما على تويتر: لم يكن الحال مغايرا، أتت أول شهادة عادلة بحق الأهلي من الفنان الزملكاوي صلاح عبد الله الذي كتب: الفرحة الكبيرة للنجم وجمهوره غير المستحق أكبر دليل على عظمة الأهلي. يرد عليه وائل جمعة: البطاقة الحمراء تسببت في فقدان اللاعب الأهلي لتركيزهم، بالرغم من النقص العددي إلا أن الأهلي كان الطرف الأفضل. يتفق الناقد الرياضي أسامة السويسي فيكتب: لا يفوز النجم الساحلي على الأهلي إلا بدعم الحكام، لولا التحكيم الفاجر لعاد الأهلي من تونس بنتيجة مختلفة. شكرا للاعب الأهلي ولمدربهم الشجاع، لا عزاء للعدالة في القارة السمراء. أما المحلل الكروي خالد بيومي فكتب: الحكم كان سيئا مع نجم أسوأ، وجاريدو كان مرعوبا، الدليل استمراره على نفس الأسلوب حتى بعد الطرد. أخيرا تتخطى جماهير الأهلي حالتها المزاجية المتكدرة لتبدأ مرحلة الهدوء والدعم، فينشر أشرف سليمان صورة فايلر في جروب معا لرفعة الأهلي ويكتب: جماهير الأهلي تقدر المجتهد وأنت عبقري، ربنا معاك كلنا وراك. يرد عليه مصطفى عزازي من جروب أهلاوي وأفتخر بنشر صورة أخرى لفايلر ويكتب: كل الدعم كل الدعم. ترتفع نبرة الدعم الهادئ في نداء عمرو جابر من جروب الأهلاوي الواعي: يا جمهور الأهلي الواعي الداعم والمساند بقوة للجهاز الفني واللاعبين، دورنا الآن معاك يا أهلي. طبعا ردود فعل الجماهير لأول مرة أستاذ إبراهيم تبقى خسران ومش متوترة، بالعكس دعمها وثقتها زايد. هم شافوا ان من ايجابيات هذه المباراه انك تقدر تلعب 10 انفار وتكون الفريق الافضل والذي يخشاك خصمك في ملعبه، فتبقى مستحوذ بنسبه 61% في ملعب المنافس في ظل هذا الاداء التحكيمي يعني صعب جدا. طيب ده كان ما حدث في مباراه لم تنتهي مع صافره الحكم، لسه مستمرة، وزي ما قلت لكم الأهلي يذهب بها بعيدا دفاعا عن حقوقه المشروعة. لكن ماذا عن سرقة 6 كؤوس من الأهلي؟ عين عينك. أنت ليه مسميهم كؤوس؟ أنا مسميهم ألقاب. هي سرقة 6 ألقاب من نادي الأهلي اللي بيتكلموا على أفريقيا. والمسألة بدأت من التسعينات، من ده من 83 كمان. انت فقدت لقبين بفعل فاعل ماتش كوتوكو. انا طب انت تخيل ده انت بداتها 83 الاهلي بيلعب مع كوتوكو في كوماسي في استاد بابا يارا اللي مصر توجت فيه ببطوله كاس الامم 2008. 83 الاهلي متعادل مع كوتوكو، طبعا كوتوكو بيرد اعتباره بعد ما الاهلي خد منه اللقب الاولاني.
بس ال 83 الاهلي اتعادل في القاهره 0-0 ومتعادل هناك 0-0 يوم الحكم محمد حنظل الجزائري حاسب هدف من تسلل واضح جدا لكوتوكو يكسب بيه المباراه. المدهش انه زميلنا العزيز عبد المنعم القسطه تصادف بعدها بسنوات قابل حامل الرايه في هذه المباراه اسمه رشيد بن محمد او رشيد، فعمل له حوار لمجله الاهلي وقتها. رشيد قال له انا رفعت الرايه على انه تسلل، فالحكم قال له نزل الرايه عشان يحتسب الهدف عشان كوتوكو ياخد الكاس، دي مباراه نهائيه ويفقد الاهلي لقب، كان عنده فرصه انه بشكل مباشر. المباراه 0-0 لسه في ضربات جزاء. المباراه دي حكى لي عليها رحمه الله عليه كابتن صالح، كان بيحكي لي عليها من منظور الاجواء اللي بتحصل في افريقيا، فقال لي رئيس الجمهوريه نزل بطياره في ارض الملعب، والجو هستيري ومحموم، واذا ما كسبش كوتوكو المباراه دي كان ممكن يحصل مجزره بالمعنى الحقيقي يعني. الجمهور في ارض الملعب على غرار المباراه الشهيره بتاعه الاسماعيلي والاهلي في 67 مفيش كنترول عليهم يعني، الجمهور في الملعب والدنيا كانت اجواء مرعبه يعني. لما الكابتن صالح يقول لك كده شوف الحقيقه. طب على ذكر النجم الساحلي، النجم الساحلي مع الاهلي 2007 وقائع لا يغفلها احد ولا ينساها احد. مباراه الذهاب الاهلي مع النجم في سوسه، الحكم كان رافائيل ديفن الكاميروني. فاكرين ضربه الجزاء الغريبه العجيبه اللي الراجل تغاضى عنها البركات؟ مش بس كده، هذا الحكم بشكل اجرامي جدا متفطم وعارف هيعمل ايه، فنشن على بركات قام مديله انذار كان هو التاني عشان يغيبه عن ماتش القاهره. بصوا ضربه الجزاء اكيد هتتعاد، يعني واضحه وضوح الشمس في الدفعه اللي فيها. يا راجل ابو تريكه مش مصدق يعني، طب دي مش ضربه جزاء ازاي؟ اهي اهو، دي مش بنالت ازاي؟ ولما ده مش بنالت ليها من قريب واضحه جدا الدفعه والعرقله، ولما مش بنالتي لا، جات الفرصه بركات، ده المطلوب الطلب الثاني الاهلي ما يسجلش، واللعيبه المعينه اللي واخد ارقامها ديت تاخد كروت على راسهم بركات، يغيب بركات مباراه القاهره اهي، دي اللقطه اللي انت تقصدها. كمل. بص شوف الدفع بالايد اهو اهو، يا اللي بتطرد لايمن اشرف يا سيبوني، هي دي اللي قصدي عليها اهي. شفت جزمه الشورت؟ ده بيقلع الشورت اهو، الفانيلا، شوف الشورت الفانيلا والشورت اهو، بس هي دي اللي قصدي عليها، لان اللي فات دول كان ممكن يجي لك فيلسوف يقول لك مش باين، ما تتحسبش بنالتي. وكمان نيجي ماتش القاهره، ماتش القاهره بقى مجزره العرجون، مجزره العرجون بمعنى الكلمه، اللي كابتن جمال الغندور اهو ضربتين جزاء، ادي ابو تريكه وبرضه اما تقرب هتشوف، قولوا لي دي مش يعني برضه اهو لقب بيضيع، يعني اللقب الاول من كوتوكو في حنظل في 83 ده بيضيع، بيروح لنادي منافس ينتقل الى نادي اخر يقربوا منك. حكم كاميروني اتفضلوا. دي مش ضربه جزاء لابو تريك من الفخ. بص شديد يا نهار، بص العنف اللي ده، فاول تتدخل فيه حقوق الانسان، والنتيجه كانت 1-1 الاثنين يعني دول. احمد شديد قناوي قد كده الراجل، بص الدفعه العنيفه في ظهره وقدام العرجون، اتنطر قدام العرجون اهو، منكم يعني لله يا اخي والله. ده ابو تريكه، ده ابو تريكه. لا اللي بتاعت شديد دي اللي مرعبه شديده يعني بنالت شديد فعلا اهي. طيب يعني ضربتين جزاء في مباراه انت تكسبها يعني اهو، اتفضل يا نهار ابيض، بص العمق، بوكس يعني يا جماعه. وبعد كده يطرد عماد النحاس، وبعد كده الكابتن جمال الغندور يقول لك انا قابلته فقلت له انت كنت متحامل قوي، لا قال لك عشان الجمهور، هو كان مغرور قوي. بالمناسبه الحكمين دول كانت المباريات الاخيره ليهم، يعني الراجل
المجرم بتاع الكاميرون يا سيدي. شوف شوف الدفع بتاع مباراه الذهاب كان بكامل اليد، وده كان اخر مباراه بكامل اليد، بكامل اليد مش شاده مش باينه. طيب ده النجم الساحلي عشان تشوفوا، ادي لقب تاني لقب الاهلي مع الترجي 20-10. اظن مباراه في الكره الطايره، هاتولي اي حد لو سليم شيبوب رئيس الترجي وقتها بيحكم هيستحي يحسب دي جول. لا هيفكر في سيناريو تاني مش ده مش خالص عشان هذا الحكم والبيضة يروح يحتفل ليه لمبتي بعد كده. ما هو هو بص شوف برضو الظالم ليه يوم نلمتي بعد كده يتورط في فساد ورشا ويتشطب ويغور في داهيه ويدخل السجن كحكم مرتشي بعد سنوات يتم القبض عليه وحبسه وشطبه من سجلات الرياضه. بس غلط ضد الاطراف اللي هم قاعدين يجاملوها. لو كان غلط مع الاهلي تاني برضه ما كانش حد حاسبه. هي دي ما تستدعيش الشطب. الكره عدت منه فرد. بص دراعه، بص طيب دراعه اهو اتفضلوا، بص دراعه ولول الشومه ديت اللي بيحطوا بيها الكره. بص دراعه اهو بص. يعني اهو شيء عجيب، يعني شيء عجيب في التحكيم الافريقي. وزي ما قلت لكم القاسم المشترك انديه تونسيه شقيقه مش مفهومه. يعني حتى الاخطاء ابشع واوضح عارف من انها تعدي. عارف الليبرو بتاع الفولي؟ بالظبط الليبرو بالظبط. طيب الترجي كمان في بطوله 2011 الكاميروني بنان سجل هدف من تسلل في مرمى الاهلي. بس ده لقب ثالث، اصل دي القاب بالزبط. افريقيه بتحطك في حته ما حدش يقدر يجي ناحيتك. بصوا هدف من تسلل واضح جدا خرج الاهلي من البطوله بسبب هذا التعادل، وكان الحكم السنغالي مالانج اهو. بصوا التسلل عايزه قولوا لي بقى ده عايز ايه؟ قولوا لي ده ما يتحسبش تسلل ازاي؟ قولوا لي الاهلي يخرج من البطوله بهدف بالشكل ده ازاي؟ الحكم ما اكتفاش بالظلم للاهلي في هذا الوقت، لكن في عام 2018 نهائي البطوله شفت اللي حصل في برج العرب، ايقاف وليد ازارو. طبعا اتقال ان مهدي عبيد الحكم الجزائري تم ايقافه والتحقيق معاه، ثبتت سلامته وبراءته ورجع اشتغل وحكم. عشان الناس اللي بيتكلموا طب ما هو اذا كانت مباراه العوده في تونس حصل فيها اللي حصل وتعور هشام محمد والشكل الاجواء اللي الاهلي لعب فيها اهو، دم هشام محمد كان شاهد على ما حدث في رادس. والاتحاد الافريقي اللي اوقف وليد ازارو بعد المباراه بساعات هو نفسه اللي طنش على هشام محمد واللي حصل هناك بعدها باربع خمس شهور عشان العمليه تعدي. انا قلت لك واما راحوا يا استاذ ابراهيم تم اغتيال الاهلي معنويا قبل المباراه. ما كانش عندي بارقه امل اطلاقا ان المباراه دي هتعدي. رغم انك كسبان 3-1. طيب لقب رابع ضاع. بس المساله ليها جذور، وزي ما قلت لكم مفيش حاجه بتعدي بالظلم. ارجع بقى للتسعينات، هات لي بيتروس متابيلا عشان الالقاب اللي على ذكر على ذكر الظالم ليه يوم. بيتروس متابيلا اذا كان للمبه الغاني راح في داهيه واتحبس. بص الكوره دي، بص الكوره دي، الاهلي والزمالك يا جماعه هذه الكوره اتطرد فيها المضروب في. بصوا ايمانويل عمل ايه لاعب الزمالك، كارت اصفر بدل الاحمر. طيب بعديها محمد يوسف اهو، انتوا متخيلين ان محمد يوسف يطرد في دي؟ بيتروس متابيلا هذا الحكم الغريب اللي اثيرت اقاويل كتيره قوي عن ادارته لهذه المباراه في 94 يناير 94 تم حبسه. اتقبض عليه في دوري جنوب افريقيا متلبس في وقائع رشا. الفاول لينا ودخل السجن. الفاول لينا. بص الفاول لينا اللي محمد يوسف تحديدا، يعني حكم بيطرد اللاعب المعتاد عليه وداخل السجن بيتروس متابيلا
وخلصت تخلصت الكره الجنوب افريقيه من بلاويه وقتها اهو. انا كنت هناك، انا كنت هناك، الاهلي كان مسيطر تماما. اللقطه دي اللقطه دي لوحدها كانت كافيه انه مجلس اداره الاهلي يتوقف عن المشاركه في البطولات الافريقيه. ما هي دي السبب بشكل مباشر. المباراة دي السبب. الناس اللي قالت لك اصل الاهلي ما بينسحبش وكابتن صالح لو كان ما اعرفش ايه كان عمل ايه. هو ما انسحبش واعتذر. قال لك خلاص انا مش هشارك. هو ما انسحبش. في مناخ زي ده في هذا التلوث لا مش مشاركين، وتوقف الاهلي عن المشاركة لانه الحكم التشيكي يا اللي بتتكلموا بس عشان تشوفوا ده اللقب السادس. الاهلي في السوبر بيلعب ايضا مع الزمالك. وتم نقل السوبر الى الامارات، السوبر المحلي. الحكم التشيكي بيعترف. يبقى انت عندك خمس القاب افريقيه راحت منك. السادس لقب محلي باعتراف الحكم التشيكي نفسه نفكركم بيه. Yeah, I saw in this in on the match was he played the first played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. يعني شاف اللعب وما حسبهاش وبعد كده لقاها فجاه قوي فقال لك اقول كلمتين اراضي الناس دول. سوري يا كابتن. بس هي القاب بتروح منك للمنافس بتنزل الكفه هنا يعني كل دي كانت حاجات تخليك انت لو بتاخد حقك بعيد قوي 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 وانت بعيد يعني باذن الله. ما ضاع حق وراءه الاهلي. وشفتوا حضراتكم ما حدث في مطالبه الاهلي بحقوقه بالقانون في حصوله على حقوقه المشروعة بالقانون، وأيضا في كل ما علق بمباراة رادس من تداعيات لازال الأهلي يلاحقها وسيذهب بها بعيدا حفاظا على حقوقه. بكرة إن شاء الله يسعدني أن أنا أكون معاكم في استضافة استثنائية مع الصديق العزيز والناقد الرياضي الأستاذ محمد سيف 10:30 بعد الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وبني سويف. معلي أحسدك على أنك أنت هتحاور هذا الشخص المحترم. اهلا بيه في قناه الاهلي وربنا يوفقك بكره تعمل لنا حلقه ممتعه باذن الله. شكرا جزيلا. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.